احتضن فذا مركز الفتاة الريفية بمعتمدي تنفيذ فعاليات اختتام الحوار المجتمعي لقضايا الشباب بحضور وزير النقل السيد أنيس غديرة رفقة والي سوسة. وكان اللقاء مثمرا في أخذ آراء واقتراحات فتيات المركز والمدربات وتسجيل مختلف تدخلاتهم. مشاهدينا لكم هذا التقرير. الدولة منذ الاستقلال أعطت أهمية كبيرة برشا للتعليم وللنقل وللصحة، والنقل خاصة النقل المدرسي اللي هو اليوم يمثل نسبة كبيرة برشا من المجهود اللي قاعدة تقوم به المؤسسات. أكيد عندكم عديد الملاحظات وعديد من النقاص، وأن المجهود هذايا يلزمه مجهود أكثر. عن مشكلة النقل الصحيح ديما يحكوا لي فيها، ديما كيف يجيو نهار الاثنين يجيو تعبين برشا هو يوصلوا مخر، وزيد حتى في المرواح كيف يجيو تراو فيه نهض الخبيز وإذا عندهم مشاكل صعيبة برشا في النقل. تصور عنا البنات اللي من ناظور وإلا من سيسر والمرواونا يخرجوا من الصباح توصل لك الخمسة بتاع العشية، علاش ما تلقيش الكار؟ ما واحدة من الناس تحلمت من قرايك هي حبيت نعمل حاجة، حبيت نعمل حاجة، حبيت نكمل قرايتي، أنا بطل بروح على الفندق نقل، نجوم لازم إن شاء الله سقينا حطيها بعيد علينا، نقول أدخل فلا، حطيها بعيد علينا الهنيت، نمشي بطل على خاطر نمشي في الليل، ما نوصلو بعد أدخل حتى كان نمشي وحدي، عندي حتى أختي بابا قريب يبطلها، على خاطر تمشي وحدها بابا يخاف عليها، في الليل ما لازم بابا يمشي يصلي ويروح يشيحها باش تمشي تقرا، كل يوم بابا يقعد باش ما يمشيش يخدم على خاطر يقعد يشيحها. الميزانية نتاع وزارة النقل، احنا راهو ميزانية الدولة لوزارة النقل ماهيش مرآة حقيقية للمشاريع الاستثمارية اللي تقوم بها وزارة النقل، لأنه في إطار الميزانية 15% بركة من المشاريع النقل ترجع بالنظر إلى الميزانية، و85% هي ميزانية مباشرة للشركات الجهوية والوطنية. إذا معناتها مقارنة على الأقل ب 2016 ولا بتقديرات 2016 باش تتطور معناتها الاستثمارات في مجال النقل في كل مجالات النقل تقريبا معناتها 8% بالمقارنة، هذا في إطار نسق حثيث لإنجاز العديد من المشاريع خاصة اللي تخص البنية التحتية السكة الحديدية والعديد من المشاريع الأخرى. هو بالطبع تونس كارثاج اليوم معناتها هو مطار للعاصمة، معناتها انه عنده خاصية انه يشتغل خاصة على بعثات الدبلوماسية، معناتها هو المرآة الأولى وكل أول زائر مهما كانت قيمته ولا مهما كانت موقعه معناتها يمر بمطار تونس كارثاج. هيك علاش اليوم معناتها تونس بعد الثورة تحتاج إلى مطار يعني يليق بالعاصمة ويليق بالدولة التونسية. هيك علاش اليوم فما تفكير، فما دراسة قاعدين نقوموا فيها، فيها عديد من الفرضيات. الفرضية الأولى هي التوسعة وتأهيل مطار تونس كارثاج، والفرضية الثانية أنه نحطوا مطار جديد، والفرضية الثالثة أنه نقولوا ديبلاسمون معناتها نلغيوا مطار تونس كارثاج ونقوموا معناتها بمطار جديد اللي ياخذ بعين الاعتبار المركز الجغرافي الممتاز لتونس حتى تكون بوابة افريقيا نحو اوروبا، خاصة انه موقعنا الجغرافي ينجم يقدم الاضافة كبيرة برشا في اطار الملاحة الجوية. أزمة مدارس السياق هذايا قطاع معناتها خاص قاعد يشتغل، فما عدد كبير ولا معناتها تطور عدد نتاع المدارس السياقة، فما طلبات نتاع ناس تحب تحل مدارس السياقة، أهل الاختصاص ولا أهل اللي عاد يقول لك ما عادش السوق تنجم تستوعب، هذه عديد من المشاكل. احنا تو في إطار مراجعة القانون عدد 33 للنقل، هذا معروف مجلة النقل نسميوها احنا، في هذايا معناتها باش يكون تم عملية مراجعة نتاع كل المنظومات. أولا بالطبع لازم نمروا بعملية تقييم للمنظومة الموجودة، ومنها معناتها نمر إلى عملية إصلاح شاملة لكل النقل، هذا نعتبروه احنا من الإصلاحات الكبرى لوزارة النقل، هي مراجعة المنظومة التشريعية المنظمة للنقل. شكرا.